معلش يا حسين، عشان خاطري حاول تساعدني عشان نفرج عنه. ما اقدرش، انا استحالة اخرق القانون، انا اخرق الاذان وما اخرقش القانون ابدا. طيب يا حسين بالراحة، هدي نفسك، احنا عايزين نفكر مع بعض بصوت عالي يعني. فلنفرض ان انت ماشي في الشارع بعربيتك واخدت مخالفة فامي مثلا، هتدفعها؟ لا طبعا. اشمعنى دي لا طبعا؟ لان عربيتي مش متفيمة اساسا. وجهة نظر برضه، وجهة نظر، احرجتني. طيب ايه الحل؟ ايه الحل يا حسين علشان اخو اعتدال يخرج؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ان اعتدال تتعادل وتقنع اخوها انه يعمل محضر تصالع مع اهل الواد المصاب. ايوه والله انا بعمل كل ده عشان هي العدله الوحيده اللي جات لي.